أحسن. زين، أنا من خلال هاي الوثائق نعم اللي أنا عندي قسم منعته من زمان وقسم قدرت أن أحصل به عليه من عندك، نعم قرأت عن قضايا فساد كانت خطيرة جدا، لذلك هذا يدفعني أنه أسألك شلون كانت تتم عمليات الفساد في هذه الدائرة، ومن هي الأطراف المتعاونة فيما بعد بينها؟ تأخير عمل الشركات المستثمرة بالحقول النفطية هو هنا راح يكون مجمل الفساد. هنا مثلا حضرتك، أنا عندي وثيقة أحب أعرضها لجنابك الكريم، اللي يقول بها بأنه مثلا إحدى خلي لي الوثيقة على الكاميرا واقرأها. المتعاقدة مثلا شركة هي تابعة، هذه الوثيقة صادرة من وزارة النفط دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، هي متعاقدة على موضوع حقل الزبير محطة توليد طاقة الكهربائية، هذه المحطة تابعة لهذا الحقل، تعاقدت مع شركة الإينوما وشركة سامسونج وشركة دايو لإنشاء محطة توليد طاقة الكهربائية وبحجم 6.7، يتطلب تسليم الموقع للشركتين خلال 15 يوم، وبعكسه تتحمل المقاول اللي هو شركة نفط الجنوب 500,000 دولار عن كل يوم تأخير، أي نص مليون دولار، نص مليون دولار عن كل يوم تأخير بمدة 15 يوم إذا ما سلموهم. طيب، وبالتالي تعكس الكلف التأخيرية على شركة نفط الجنوب. يعني شركة نفط الجنوب هي تتحمل، يعني متعاقدة مع هذه الشركات والتأخير من زين. اللي حصل نعم اللي حصل إنه سلموهم بال 15 يوم لولا؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. لا. هذه الوثيقة أنطيني إياها، هذه الوثيقة إنه الآن عن حتى نحكي عن مستوى الترابط، هذه من وزارة النفط. نعم. هنا هل وزارة النفط عندما تتعاقد مع هذه الشركة الإي إن آي، نعم، هل قبل العقد تخاطب دائرة الألغام تقول لهم هل لديكم الإمكانية على منح شهادات الإطلاق وخلو هذه الأرض من الألغام خلال مدة 15 يوم لو ما تقدرون، لو تتعاقد وتدزلهم؟ لا لا، بالتأكيد المسألة التعاقدية خاصة بوزارة النفط. هذه الشركات حقيقة هي مستثمرة للحقول النفطية، هذه الشركات اللي ذكرتها جنابك هي مستثمرة للحقول النفطية. أنا أعرف مستثمر الحقول النفطية. نعم. لكن يؤخذ رأي دائرة الألغام أنه هذا الكيلو أو الكيلوين أو الدونم أو الدونمين عندكم قدرة جهد الوطني أو شركاتكم عندها القدرة بإنجازه خلال 15 يوم؟ هي الشركة تطلب من ذلك، هي الشركة هاي الشركات اللي ذكرتها جنابك الكريم هي ما تشتغل إذا ما تأخذ شهادة إطلاق أرض إنه خلوا هذه الأرض من الألغام. هي هذا العقد الآن. نعم. شنو الفساد اللي صار بيه؟ اللي فساد اللي بيه أنه هذا مو فساد اللي بيه أنه هذا هو هدر للمال العام، لأن هذه الفلوس دفعت من قبل شركة نفط الجنوب لهذه الشركات. عندك رقم ايش قد دفعت عن التأخير؟ حاط لك يا مفاجأة. لا خليني ويا المفاجآت، أنا أحب المفاجآت. أي أي. الآن ايش قد شركة نفط الجنوب تحملت على هذا العقد؟ تحملت على هذا العقد؟ أي بسبب التلكؤ في التنفيذ. اللي هو هذا الكتاب حقيقة، اللي هو أخذوا لي إياه على الشاشة شباب. صادر من وزارة النفط الدائرة الإدارية والمالية، تاريخه جديد اللي هو 2019 شهر العاشر 13/10/2019 جديد، يعني ما صار له شهرين. اي بالضبط، احسنت. اللي هو بموجب الى وزاره الصحه والبيئه دار شؤون الالغام مركز الجنوب لشؤون الالغام. طيب. مركزنا التابع لدائرتنا، اعلان التحقيق المرقم 2176، هذا معناته اكو تحقيق صار بالامر، يعني مو تحقيق من قبل وزاره النفط. يطلب بي نردو ملاحظه ما ورد فيه واجراء اللازم من قبلكم بخصوص تسديد مبلغ النهائي للغرامات التأخيرية والبالغة 22,850,000 و488 دولار، أي ما يقارب عن حقيقة طرحتها على السوق 30 مليار عراقي. كمل وثيقتك. هذه 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 يجب الآن تسديدها لوزارة النفط، لأنه هذه دفعت هذه إلى شركة إي إن آي، دفعت لهذه الشركات اللي عليها اللي سببها غرامات تأخير. يعني دفعنا 22 مليون دولار غرامات تأخيرية لأنه ما انمسحت الأرض ضمن المدة المقررة بموجب العقد وصار تأخير مع هذه الشركة.